سمعنا البعض يقول أن هذا المكان فيه احتيال وخدع وغش في بيع البضائع، صحيح أم لا؟ أولا أهلا بأصدقاء قناة شمس ميديا وحياكم الله، شوي تفاصيل عن هذا البازار ثم نعود لإجابة هذا السؤال. بازار الإمام الرضا سنة 1975 تأسس، وهو طبعا مشهور مكانه، يقع في شارع الإمام الرضا وقريب جدا من مرقد الإمام. طول هذا البازار 750 متر ويضم 1670 محل في طابقين. عموم الزوار سواء من داخل أو خارج إيران بعد زيارة مرقد الإمام الرضا، ثاني مكان يحرصون على زيارته هو هذا السوق التاريخي، وحتى أحيانا في زوار كل يوم اللي متواجدين هنا في هذه المدينة يزورون البازار. وحقيقة كل شيء اللي يحتاج المسافر بإمكانه أن يشتري من هذا المكان، يعني ملابس وأقمشة إيرانية وأحجار كريمة وخواتم ومسابح وزعفران وحلويات وبهارات وحقائب ومصنوعات من الجلد وأشياء للزينة وبركات أيضا من المدينة، وعشرات السلع والبضائع الأخرى موجودة هنا في هذا البازار. تقريبا كل أصحاب المحلات يعرفون يتحدثون بالعربية هنا، ومن هذا الجانب يعني ما راح تواجهون أي مشكلة. عندما نذكر هذا المكان نحن ما نتحدث بس عن مركز تجاري للبيع والشراء، يعني نتحدث عن مكان للتعرف عن منتوجات والصناعات الإيرانية. وأما جواب السؤال الأول، يعني حبيبي المتابع تعرف أن في كل مكان سياحي توجد هناك عمليات احتيال من قبل البعض، وهذا المكان وأي مكان آخر ما يستثنى من هذه القاعدة. المهم هو أنه بزيارتك للأماكن السياحية يعني إذا ردت تشتري بضاعة، أولا تحقق من سلامتها وجودتها، ثانيا زور كم محل وطالع اختلاف الأسعار والجودة، وبعدين اشتري السلعة أو البضاعة اللي تحتاجها. وهذا طبعا البازار دائما مزدحم، لذلك في الأماكن المزدحمة لا تنسى أن تنتبه لجيبك، يعني ما يحمل من موبايل وفلوس ومستمسكات. النقطة الأخرى تقدر تعتمد علينا وتسأل أسئلتك من عندنا عبر رقمنا الواتساب. إذا عجبكم التقرير شاركوه مع أصدقائكم، ولا تنسون الإعجاب والتعليق، واكتبوا لنا تحت هذا الفيديو أي معلومات تحتاجونها من مدينة مشهد حتى نشرحها لكم في القناة. شكرا لكم، وتابعوا هذه الصور من بازار الإمام الرضا القديم. هم دیگه میخوام دو تا مصاحبه بدیم. خب بیا. با این بچه هم یک دونه اینجا میتونیم بگیریم. کوشای تکسار. کوشای تکسار. تک یکی اینجا میگیریم.
واقعا چند تا شما؟ 35 شما. 35. 35 اون براش کنم. آقا میلاد، تمیز دیگه نیست.